سائلة تسأل تقول أختي مصابة بالسحر، وهذا السحر سمته بالسحر المشؤوم، وقد تطورت حالتها حيث أنها كانت في البداية تشك في الغرباء بأنهم هم الذين من وضعوا لها السحر، والآن هي تشك فينا نحن في أبيها وأمها هم من وضعوا لها السحر واتهمتهم بذلك، وهي على الرغم من أنها تصلي دائما وتقرأ سورة البقرة، كيف لهم أن يتصرفون مع هذه الأخت التي عندها وسواس من أنها مسحورة؟ أولا هذه الأخت هي قالت أنها تقرأ سورة البقرة، ومعلوم أن الذي يقرأ سورة البقرة كيف يصيبه السحر، والذي يقرأ سورة البقرة فيتغلب على السحر حتى لو كان مصابا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة أنها بركة، وأن فعلها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعون ولا يطيقون سورة البقرة. ثم في هذه الحالة عليها أن تتقي الله عز وجل، ولا يجوز لها أن تتهم قرابتها، عليها أن تحسن الظن بقرابتها، والإنسان مأمور بالإحسان إلى أرحامه وإلى والديه وإلى إخوانه، أما كونها تتهم الناس هكذا فهذا لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. ردغة الخبال هي عصارة أهل النار، فتهمة الناس ورميهم بالتهم هذا ليس شيئا بسيطا، بل هو من المحرمات وهو من كبائر الذنوب. نعم. وبالتالي يبدو أن هذه أصيبت ربما بحالة نفسية، فنحن ننصحها قبل أن تظن أنها مصابة بالسحر عليها أن تراجع الطبيب، زيارة الطبيب النفسي. نعم. تراجع الطبيب النفسي ينظر حالتها، ربما هي ليست مصابة بسحر أصلا، إنما فقط وسوسة، مجرد وسواس، وتحتاج إلى مراجعة الطبيب. نعم. هذا أولى لها من أن تعتقد، لأن الحكم بأن فلان مسحور أو أنها هي مسحورة هذا يحتاج إلى أدلة قطعية، تحتاج إلى بينة وتحتاج إلى أدلة قطعية، حتى ليس مجرد وجود أعراض أو ظواهر معينة نحكم على الإنسان أنه مصاب. نعم. بالسحر، قد يكون مصاب بالوهم أو يتخيل أنه مسحور. نعم. وهو ليس بمسحور حقيقة. نعم معنا.